مساء الخير، معكم في من القاهرة ومتابعات ووقفات حوارية تتواصل مع حضراتكم من دلوقتي وحتى منتصف الليل. مساء الخير يا شادي. مساء الخير يا ريهام. عندنا النهاردة وقفتين حواريتين، هنتكلم في الموضوع الأول عن السيادة المصرية على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد. بدأت الحكومة خطة شاملة لتطوير هذه المناطق، ووضعت الدكتورة دورية شرف الدين وزيرة الإعلام حجر الأساس لمشروع مبنى الإذاعة والتلفزيون في مدينة حلايب، وقامت الوزيرة بتفقد مركزي الإرسال في حلايب وشلاتين وخطة التطوير عشان يشمل ثلاث محطات إذاعية جديدة FM لتقوية إرسال برامج إذاعة القرآن الكريم والبرامج العام وإذاعة جنوب الوادي. المعروف طبعا أن الحكومة كانت قد اتخذت قرار بتحويل حلايب إلى مدينة في فبراير الماضي، وأصبح لها صفة اعتبارية. مثلث حلايب وشلاتين والسيادة على هذه المناطق هتكون موضوعنا الأول لهذه الحلقة. موضوعنا الثاني هيكون عن الممارسات الاحتكارية لشركات الأسمنت الأجنبية اللي تقريبا بتسيطر على حوالي 80% من السوق المصرية. تأثير هذه الممارسات على السوق، تأثيرها على التجار نفسهم، وكذلك انعكاساتها السلبية بالتأكيد على المواطن المصري، والآليات لمواجهة هذه الظاهرة للأسف آخذة في التنامي خاصة في الفترة الأخيرة. دي هتكون وقفتنا الحوارية الثانية في من القاهرة النهاردة. محمد، قبل الحوارات نبدأ في الأخبار. ووردنا الآن هذا الخبر: انفجرت منذ قليل عبوة ناسفة بدائية الصنع أعلى كوبري الجامعة في محافظة الجيزة، ولم ترد حتى الآن أي أنباء عن وقوع أي إصابات. معنا على الهاتف محمد علوي مراسل النيل. مساء الخير يا محمد، وتقول لنا إيه اللي حصل بالظبط. مساء الخير شادي، مساء الخير ريهام، مساء الخير مشاهدي النيل. يعني أنا الآن متواجد داخل وزارة الداخلية ما حدث منذ قليل سماع دوي انفجار لعبوة بدائية الصنع في منزل كوبري الجامعة في اتجاه الجيزة. ومعنا للمزيد من التفاصيل سيادة اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية. سيادة اللواء، بنرحب بحضرتك على شاشة النيل. مساء الخير استاذ علي. سيادة اللواء، نتعرف من حضرتك عن تفاصيل انفجار عبوة بدائية الصنع في منطقة الجيزة. هو حوالي الساعة 10 مساء تقريبا مساء اليوم سمع صوت انفجار محدود بمنزل كوبري الجامعة اتجاه الجيزة. الأجهزة الأمنية انتقت على الفور، والمفرقعات تبين عبوة بداية الصنع سبب الانفجار. الحمد لله لم تحدث تسفر عن أي إصابات. تلفات بسيطة في عربيتين اثنين من المواطنين، تلفات بسيطة جدا في العربيتين، والأجهزة الأمنية هناك بتفحص خلفيات الواقع بشكل كامل إن شاء الله. سواء خبراء المفرقعات في المنطقة، بيتم عملية تمشيط لاحتمال وجود يمكن أي عبوات أخرى؟ المفرقعات، رجال المفرقعات، رجال البحث الجنائي موجودين الآن، بيتم تمشيط كامل المنطقة، والحمد لله العملية هادية تماما والحالة بتسير بشكل جيد مرية، ورجال الأمن يقظة كاملة فيها المنطقة إن شاء الله. سيادتك بتأكد إنه الحمد لله ما فيش وقوع أي إصابات؟ لا يوجد أي إصابات الحمد لله. أخيرا، يعني هل في أي شهود رؤية من قام بوضع هذه العبوة؟ هل تم إلقائها؟ هل كانت مزروعة؟ أي تفاصيل يا فندم؟ تلك الخلفيات الأجهزة الأمنية بتعمل عليها الآن. نشكر حضرتك، شكرا جزيلا. شادي وريهام، لو في أي سؤال لسيادة اللواء هاني عبد اللطيف احنا متواجدين. هو الحقيقة في سؤال كنا عايزين نتوجه به من خلالك يا محمد، يعني هل العملية دي وهذا الانفجار بعبوة ناسفة أعلى الكوبري، كوبري الجامعة، هل هي في إطار العمليات في المنزل هل هي في إطار العمليات الترويعية المتعارف عليها في الفترة الأخيرة، ولا في مغزى لكونها قريبة من محيط وزارة الداخلية إن هي مستهدفة من خلال يعني هذا التفكير؟ سؤال للزملاء في الاستوديو، هل هذه الواقعة لها علاقة يعني الأعمال الإرهابية الأخيرة أم ماذا؟ طبعا هي بتأتي في إطار التحديات اللي بيواجهها الشعب المصري الآن، وفي مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية وفشلهم الكامل الحمد لله في الحشد، فشلهم الكامل في التجمعات، فشلهم الكامل في كل المخططات اللي الحقيقة باسعوا ليها لتعطيل خريطة الطريق. ونجاح الأجهزة الأمنية اليوم في الحقيقة في متابعة أحد أخطر العناصر الإرهابية المتورطة في حوادث الإرهابية الأخيرة، وخاصة حادث تفجير مديرية أمن القاهرة. ضربت الأجهزة الأمنية اليوم وزارة الداخلية وجهت ضربة قاسمة للإرهاب،
من مصرع احد اخطى الارهابيين المتوارد بشكل رئيسي في تفجير مديريه امن القاهره. ابو عبيده فندم الشهير بابو عبيده، وطبعا نجاح كبير للاجهزه الامنيه الحقيقه، الامن الوطني رصد تحركاته، وفي كمين ليه في منطقه عين شمس في شرق القاهره تمكن طبعا هو لاحظ القوات الشرطه اطلق النيران، تبادل اطلاق النيران معاه لقم صراعه على الفور، وده نجاح امني كبير الحقيقه في المتابعه، والحقيقه في جهد كبير بيبذل. تم فك شفره كل الخلايا الارهابيه العنقوديه اللي اتكونت في الفتره الاخيره، وان شاء الله باذن الله في معلومات جيده وهنعلن عن نتائج جيده في الفتره القادمه. الدكتور هاني عبد اللطيف المتحدث الرسمي باسم وزاره الداخليه، بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا شكرا. ايهام شادي بشكركم، ويعني انا متواجد داخل وزاره الداخليه، سنوافيكم بالمزيد من التفاصيل هنا يا جد جديد. شكرا لكم لسياده اللواء. شكرا لك محمد علي. طيب نكمل بقيه اخبارنا. أعلن عدد من قيادات الأحزاب أنهم تلقوا دعوات من رئاسة الجمهورية لحضور اجتماع يوم الأربعاء لمناقشة الاعتراضات وردود الأفعال حول قانون الانتخابات الرئاسية اللي صدر مؤخرا ومطالب القوى السياسية وأرائها بشأن القانون وإبداء ملاحظاتهم أيضا ومقترحاتهم لقانون انتخاب النواب. بالتأكيد هيكون في أطروحات متوقعة بعد يعني استجابة القوى المختلفة لهذه الدعوة للاجتماع لمناقشة قانون الانتخابات. ما نشره اليوم المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة من ثمار وحصيلة الجهود اللي بتقوم بها القوات الأمنية لملاحقة التنظيمات الإرهابية اللي قامت بها القوات المسلحة والشرطة المدنية خلال الأيام القليلة الماضية في عدة مناطق، وأكد القبض على 18 فرد من العناصر الإرهابية والإجرامية من بينهم فردان تكفيريان شديد الخطورة بشمال سيناء، إلى جانب آخرين هاربين من تنفيذ أحكام متهمين بحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص وحيازة مخدرات، ومشتبه بهم جاري فحصهم أمنيا، وتم ضبط أسلحة بندقية آلية وخمسة فرد خرطوش، بالإضافة إلى كميات كبيرة من زجاجات المولوتوف والقنابل اليدوية والمفجرات والمواد المستخدمة لتصنيع العبوات الناسفة، وكذلك تدمير عدد ستة أنفاق تستخدم لتهريب الأفراد والبضائع إلى قطاع غزة. أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أنه جاري حصر الخسائر في الأرواح والممتلكات وصرف المساعدات المستحقة للمتضررين من الكوارث وتوزيع المساعدات العينية من البطاطين والملابس ودعم الجمعيات الأهلية ومساعدتها في تقديم خدمتها وعمل الأبحاث الاجتماعية للتقديم للتخفيف من الآثار النفسية والاجتماعية للمتضررين، وأشارت أنها استعرضت تقرير عن آثار هطول الأمطار الغزيرة في جنوب سيناء على كل مدن المحافظة، وأفاد التقرير بأنه عدد الأسر المدارة بمدينة طور سيناء حتى الآن بلغ 73 أسرة مدارة بإجمالي أفراد بلغ عددهم 367، وتم صرف 734 بطانية بصفة عاجلة لحين حصر الخسائر في الممتلكات. أضاف التقرير أيضا أن هناك خسائر في بعض المناطق بمدينة دهب وأيضا نويبع وسانت كاترين. معنا على الهاتف الأستاذ كمال الشريف رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزيرة التضامن. بعد تحية أستاذ كمال، نتعرف من خلال حضرتك على شكل التعويض اللي هيقدم للمضارين من هطول الأمطار الغزيرة في جنوب سيناء. أهلا وسهلا بكم أولا، وحضرتك احنا دايما مستعدين لبعض الكوارث الطبيعية من خلال مراكز الإغاثة الموجودة اللي يوجد فيها البطاطين والأجهزة والمعدات اللازمة للواء والخيم للواء بعض المضارين من أعداد السيول، واحنا بنصرف 100 جنيه عاش لكل فرد في الاسره لغايه ما ندبر له الاقامه الكامله عن طريق التنسيق مع المحافظه، وبنصرف له تعويض الكامل، بنصرف له حوالي 5000 جنيه، طبعا مش تعويض هو مساعده له، لحين برضك تدوير تعويضه على الاضرار الماديه والجسمانيه اللي اصابته من خلال هذه الكوارث الطبيعيه. فاحنا بنشتغل قبل وبعد واثناء. هل تم حصر الخسائر بالفعل ام انه جاري؟ اولا جاري حصر الخسائر طبعا، هو مش عندنا بس في جنوب سيناء، عندنا في قصر السواك كمان، فحضرتك دلوقتي جاري حصر الخسائر كلها، لان بنحصر الممتلكات والبيوت اللي اتهدمت والمكونات والمعدات الموجوده في البيوت، في ظرف ثلاث ايام بنخلص الحصر وبنصرف التعويض المناسب لهم، وده كله بالتنسيق مع السيد محافظ الاقليم. بشكرك شكرا جزيلا استاذ كمال الشريف رئيس الاداره المركزيه لشؤون مكتب وزيره التضامن
دكتورة غدا والي. انتهت أخبارنا ونذهب إلى حوارنا الأول عن مثلث حلايب وشلاتين واهتمام الدولة المصرية بهذه المنطقة الآن وتوجيهها لمشروعات تنموية كبيرة هناك بعد هذا التقرير. في إطار اهتمام الدولة بتنمية منطقة حلايب وشلاتين، جاء اجتماع الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب لبحث سبل تنمية المنطقة وتحويل القرارات التي تم اتخاذها في هذا الصدد إلى واقع ملموس. رئيس الوزراء شدد على ضرورة عقد اللجنة الوزارية لتنمية مدينتي حلايب وشلاتين بشكل دوري، ووجه بعقد الاجتماع القادم للجنة الوزارية في حلايب وشلاتين للوقوف على الإنجازات التي تمت على أرض الواقع. مجلس الوزراء استعرض أيضا آخر تطورات الخطة العاجلة لتنمية المنطقة والتي تم رصد 664 مليون جنيه لتمويلها. كما وجه رئيس مجلس الوزراء بزيادة القوافل الطبية في مدينتي حلايب وشلاتين وتزويدها بأطباء من جميع التخصصات، إضافة إلى إنشاء عدد من المدارس والمعاهد الأزهرية. ولتقوية الإرسال التلفزيوني في حلايب وشلاتين تم اعتماد مبلغ 1,000,000 جنيه، فضلا عن اعتماد مبلغ 1,000,000 جنيه أخرى لتجهيز المركز الإعلامي بالمنطقة. ولتنفيذ هذه الخطط على أرض الواقع، قامت وزيرة الإعلام الدكتورة دورية شرف الدين بزيارة المنطقة ووضع حجر الأساس لمحطة بث هوائي في حلايب بجانب تفقدها لمركزي الإرسال في حلايب وشلاتين وخطة تطويرهما الخاصة بتقوية الإرسال في هذه المنطقة العزيزة من أرض الوطن. وتأتي تلك الزيارة ضمن اهتمام رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بتنمية منطقة حلايب وشلاتين وبث الخدمات التلفزيونية والإذاعية هناك. كان المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية أحمد المسلماني قد أكد خلال زيارته لمنطقة حلايب وشلاتين الشهر الماضي حرص رئاسة الجمهورية على التواصل مع شيوخ وقبائل تلك المنطقة، لافتا إلى أن حلايب وشلاتين وأبو رماد في قلب خطط التنمية المصرية. المسلماني أشار إلى أن التقصير في ملف حلايب وشلاتين من جانب الدولة يرجع إلى التعامل معه من الناحية السياسية البحتة وليس من الجانب التنموي الاقتصادي. وتعد مدينة حلايب البوابة الجنوبية لمصر على ساحل البحر الأحمر، وتظل الوظيفة الرائدة لها هي تقديم الخدمات الجمركية للعابرين إلى الحدود السودانية. نأسف لهذا الخطأ، وسوف نبكر بالموضوع الخاص بالممارسات الاحتكارية في مصر وتأثيرها على المواطن في البداية وكذلك على السوق المصرية وربما على التجار اللي في غمرة هذا المجال خاصة مجال الأسمنت. ومعنا في هذا الحوار الدكتور أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة تجارة القاهرة. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. ونبتدي عن الغرف التجارية نتكلم عنها. حضرتك بالتأكيد لديك واقع عملي وملموس عن أزمات الاحتكار الموجودة في مصر. ما الذي يسبب هذه الأزمات؟ يعني احتكار بعض التجار لبعض السلع، يعني الغرف التجارية إزاي بتواجه ده؟ أولا بشكركم على هذا اللقاء، وأنا بس عايز أوضح أن الغرف التجارية هي الوسيط ما بين التجار وما بين الأجهزة التنفيذية. صحيح. ودايما يتهم التجار بأن هم أصحاب الاحتكارات اللي موجودة أو رفع الأسعار والجشع اللي دايما بيتهموا به التجار، سواء تجار مصنعين أو مستوردين. العمليات اللي بتحصل